تواصلت اليوم الأعمال القتالية في منطقة الشمال وفي قطاع غزة أيضاً، وفي الوقت الذي دوت فيه صفارات الإنذار في العديد من البلدات في منطقة الشمال، قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق بسبب عدم تفعيل الصفارات في نشر جنوبي حيفا، والتي شهدت انفجار مسيرة تم إطلاقها من لبنان بحضانة أطفال دون تسجيل إصابات. من جانب آخر، أفادت مصادر إعلام لبنانية أن الجيش الإسرائيلي واصل تنفيذ الغارات في العديد من المواقع في لبنان، كما أنه طلب من سكان مباني في الضاحية الجنوبية لبيروت مغادرة هذه المباني قبل استهدافها. وفي قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 4 من جنوده في المعارك في منطقة جباليا، فيما قالت مصادر فلسطينية إن الغارات الإسرائيلية تواصلت اليوم، وأن الجيش الإسرائيلي يقوم بتوسيع المحاور العسكرية التي يسيطر عليها بشكل يمزق القطاع. وفي الوقت الذي يتواصل فيه القتال، أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الثلاثاء بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قال خلال محادثات مع مقربيه في الأيام الأخيرة إن لدى دخول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ينبغي إعادة إمكانية فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية إلى جدول الأعمال. وكان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قد قال أمس الاثنين إنه يأمل أن توسع إسرائيل سيادتها لتشمل الضفة الغربية بحلول 2025. وعبر سموتريتش عن أمله بأن تعترف إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بهذه الخطوة. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الزوم في بث حي ومباشر من الناصرة الدكتور سهيل دياب، الناشط السياسي والاجتماعي. مساء الخير دكتور سهيل. حياتي لك وللمتابعات والمتابعين. كيف نقرأ التصريحات الأخيرة عن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، ولماذا بهذا التوقيت بالذات؟ النقطة الأولى أن هذا المشروع كان موجودا منذ عدة سنوات، وتم بحثه أيضا في ولاية ترامب السابقة من 2016 حتى 2020، وأيضا تم الحديث عليه بعد قرار ترامب بتأييد ضم الجولان السوري المحتل إلى دولة إسرائيل في ذلك الوقت. لذلك من هذه الناحية المشروع هو مشروع موجود ومنذ عدة سنوات ومتداول به، وليس فقط ذلك. والنقطة الثانية بهذا الموضوع هو أنه جرى بالسنوات الأخيرة العديد من التغيرات في داخل الضفة الغربية تمهد لمثل هذا المشروع. على سبيل المثال، إقامة 5 مستوطنات كبيرة في مناطق دي، وتقطع الضفة الغربية منطقة دي يعني إلى أوصال صغيرة. تم إقامة 63 بؤرة استيطانية جديدة، شق شوارع كبيرة تجعل المناطق الفلسطينية المسكونة في مناطق دي لكنتونات منفردة، وتم ضخ العديد من الميزانيات، وهنالك المشاريع في المصادرة الأراضي تصل إلى 70% من مساحة المناطق دي. فلذلك هذا المشروع من حيث يعني التنفيذ حتى كان هناك خطوات متقدمة، وزادت تقدمها عند حضور سموتريتش وزيرا للمالية وأيضا وزيرا في وزارة الجيش، ليس فقط وزيرا للمالية، أي كل ما يتعلق في الأمور المدنية في الضفة الغربية هي بمسؤولية سموتريتش مباشرة. هل سيتجاوب ترامب برأيك مع هكذا طلب؟ هذا هو السؤال الكبير في هذا الموضوع، بمعنى أن يعني ترامب برأيي 2020 هو ليس ترامب 2024. حصل في هذه الأربع سنوات عدد من الأمور الجذرية، تغيرات جذرية. النقطة الأولى التي تغيرت أنه منذ بداية هذه الحرب على غزة تحولت القضية الفلسطينية القضية الأولى في المجتمعات الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، بما معناه أنه لا يوجد
ولن يكون أي رئيس مهما كانت هويته في الولايات المتحدة سواء كان جمهوريا أو ديمقراطيا أن يعني يتجاهل هذا التغير الجذري البنيوي في المجتمع الأمريكي وأيضا المجتمعات الغربية والرأي العام. فأصبحت السردية الفلسطينية هي السردية السائدة وهبوط للسردية الإسرائيلية، وهذا الأمر لا يمكن تجاهله. النقطة الثانية التي يعني لحظة قليلا، مع العلم أن من تابع الانتخابات الأمريكية لاحظ نسبة التصويت العالية من المواطنين الأمريكيين لترامب. دعيني أقول أن النتيجة ربحها ترامب ليس لأن الجمهور هذا صوت لترامب بالأساس، جزء منه صوت لترامب لأنه صرح أنه يريد أن يوقف الحرب على غزة، وهم ليسوا مطمئنين لتصرفات بايدن وكاميلا هاريس بما يتعلق في حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ولكن الغالبية من المؤيدين للحزب الديمقراطي والمؤيدين بنفس الوقت للقضية الفلسطينية أبوا عن نفسهم بالتصويت، وذهبوا إما بعدم التصويت أو الذهاب إلى مرشح ثالث لا ترامب ولا بايدن. فلذلك هذا الفرق هو الذي أدى إلى هذه الضربة الكبيرة في الولايات المتأرجحة، وخاصة التي يعني الصوت العربي أو الصوت المسلم أو الأصوات المؤيدة للقضية الفلسطينية تلعب دورا حاسما، لأن الكثير من هذه الولايات حصل بها بايدن في الدورة الماضية وربحها ب 10,000 إلى 80,000 صوت في كل واحدة منها، وهي تعتبر عدد أصوات قليلة وقليلة جدا. فلذلك يعني صحيح الأمر الأساسي الذي أدى إلى انتخاب ترامب هو الامتعاض من إدارة الحزب الديمقراطي، سواء بالتصويت المباشر لترامب وسواء بالنأي عن النفس أو بالتصويت لطرف ثالث. بكل الأحوال النتيجة واحدة، النتيجة أن إمكانية كاميلا هاريس سقطت كثيرا وإمكانية ترامب ارتفعت كثيرا، وهذا ما أدى إلى نجاحه. فإذا أنا أريد أن ألخص الانتخابات الولايات المتحدة بجملة واحدة أقول أن الربح لم يكن لترامب مباشرة من هذه الشرائح الاجتماعية والمنتخبين، وإنما كانت عقابا لبايدن وكاميلا هاريس والحزب الديمقراطي، لأنهم غطوا إسرائيل بكل الأمور بما يتعلق في الحرب الإبادة على قطاع غزة. فلذلك من هذه السؤال، ماذا يفعل ترامب؟ ترامب هو ليس برأي ترامب ب 2020 من ناحية أنه لا يمكن تجاهل القضية الفلسطينية أولا، ثانيا ترامب ذاهب إلى عدم التدخل في الحروب الواسعة، وهو يعرف يعني بأن أي توتر بالشرق الأوسط بالظروف الحالية سيؤدي بالضرورة إلى مواجهة إقليمية، وهو لا يريدها خاصة إذا كانت مع إيران. وهذا الأمر يعني دعا بايدن ترامب قبل عدة أيام أنه يريد أن يدخل البيت الأبيض في يناير 2025 دون أن تكون حربا في الشرق الأوسط، ودعا الأطراف إلى عمل كل شيء من أجل الوصول إلى وقف مثل هذه الحرب بهذا الشرط أو ذاك. فلذلك برأيي أن الأمور يعني لن تبدأ في العلاقة بين إسرائيل وترامب كما انتهت هذه العلاقة بالعام 2020، وإنما سيكون هناك تغيرات وتغيرات من الممكن أن تؤدي إلى مراجعة لكيفية التعامل بهذا الموضوع. ولكن بخط عريض، ترامب يسعى إلى وقف الحرب في قطاع غزة، عقد صفقة تبادل، ولا مانع لديه مباشرة إلا إذا وجد أمورا أخرى يعني تضر مصالحه، بأن يقدم شيئا في الضفة الغربية لإسرائيل مقابل وقف إطلاق النار بقطاع غزة. ونتنياهو يتحدث عن هذه المقايضة الآن. من جانب آخر يعني لابد أن نتساءل أيضا عن الدولة الفلسطينية، يعني كيف ستتصرف الدولة أعتذر السلطة الفلسطينية برأيك في هذه الفترة؟ برأيي الأعين الآن على
مساحتين أو جبهتين مهمتين عليهما سيتقرر كيفية الوصول إلى نتيجة بهذه التصريحات، دعيني أقول اليمينية المتطرفة والتي تريد القضاء على القضية الفلسطينية. الجبهة الأولى هي الجبهة العسكرية والميدان، وبرأيي نحن نرى سواء في قطاع غزة وسواء في الجبهة اللبنانية الأمور تحتد والتسخين يتزايد، ودعينا أقول أن إسرائيل لأول مرة تتكبد خسائر جدية. هذا لا يقول أن الطرف الفلسطيني أو اللبناني لا يتحمل الكثير من المآسي والإبادة والقتل والتدمير والخراب والتشويع والنزوح وما إلى ذلك، ولكن الجديد بهذه الحروب والمواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين أو العالم العربي هو أن إسرائيل أيضا تتوجع، دعيني أقول، وهنالك الكثير الكثير من هذه الخسائر سواء البشرية أو الاقتصادية أو النفسية، ولكن على هذا سيعتمد كيفية التصرف في الضفة الغربية. والأمر الثاني الذي يعتمد عليه هو كيف يتصرف الفلسطينيون بمشروع واضح يذهب إلى العالم بخطوات متقدمة. ودعيني أقول أن هذا يعني كان هناك خطوات بهذا الموضوع سواء في اللقاءات بين الفصائل في موسكو أو بكين أو القاهرة، اللقاءات الحثيثة بين فتح وحماس بهذا الموضوع والتحضير لليوم الثاني وما إلى ذلك، ولكن لم تصل إلى المبتغى الممكن. الإمكانيات أوسع بكثير مما تم القيام به حتى الآن، وهذا ممكن أن يشكل رافعة كبيرة ويعني سد منيع لمثل هذه المواجهات والمؤامرات على الضفة الغربية وخطر تصفية القضية الفلسطينية. ولكن أمر لا ليس أقل أهمية من هذا هو التضامن والمشروع العربي والإسلامي. رأينا أمس المؤتمر المنعقد، المؤتمر العربي الإسلامي في الرياض، وسمعنا الكلمات، دعيني أقول، كلمات جدية غير مسبوقة باتجاه صالح القضية الفلسطينية بإجماع كبير من هذا النوع. والأهم من كل هذا أنهم أقاموا مجموعات عمل تنفيذية لمواصلة مثل هذا الأمر. لأول مرة نسمع إجماعا عربيا وإسلاميا ليس فقط يدين إسرائيل مباشرة ويسمي ما موجود في قطاع غزة بإبادة جماعية كما تحدث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وإنما أيضا هنالك كانت لهجة انتقادية للولايات المتحدة الأمريكية. ولأول مرة دعينا أقول بهذه الحدة وبهذا الشكل بتحميلها المسؤولية الكبيرة في تغطيتها إسرائيل بكل هذه الإبادة الجماعية. فلذلك إذا هذا صحيح يتحول إلى برنامج عمل بكيفية التصرف على المستوى الدولي، الرأي العام الدولي مستعد اليوم أن يسمع عن القضية الفلسطينية من أطراف فلسطينية موحدة وأطراف عربية وإسلامية موحدة، وهذا ما هو مطلوب الآن. افتقدنا لهذا الصوت خلال 11 شهر الأخير، فقط منذ شهر ونصف شهرين بدأنا نسمع بهذه الخطوات الفلسطينية والعربية، نريد لهذه الخطوات أن تتعمق وتزداد. إذا تضافرت جهود الجبهة الميدانية في غزة ولبنان مع الجهود الدبلوماسية الجانب الفلسطيني والجانب العربي والإسلامي، باعتقادي أنه من الممكن إجهاض مثل هذا التوجه، خاصة وأن ترامب قابل هذه المرة للتأثير عليه أكثر من الدورة الأولى، وهو برأيي يرى التغيرات الموجودة في العالم، يريد التفاهم مع روسيا من أجل أن يبقي التنافس بالأساس مع الصين وليس مع روسيا، وإمكانية حل القضية الأوكرانية الروسية، وهذا الأمر سيعطي تأثيره وانعكاساته أيضا على قضية الشرق الأوسط. الأمور ما زالت غامضة
من حيث المستقبل بهذا الموضوع، ولكن المشروع هو مشروع خطير. المشروع بضم الضفة الغربية هو يعني له بعد استراتيجي كبير، بما معناه ليس فقط تصفية القضية الفلسطينية، وإنما جاء ليثبت لكل من راهن سابقا على أن المسألة هي بين إسرائيل وحماس أو بين إسرائيل وحزب الله، ليقول هذا المشروع بشكل واضح أن المسألة هي بين السياسة الإسرائيلية ومجمل الشعب الفلسطيني. نعم. ومجمل الجغرافيا الفلسطينية، وليس فقط قطاع غزة أو حماس أو حزب الله. دكتور سهيل دياب، ناشط سياسي واجتماعي، كنت معنا عبر الزوم ببث مباشر من الناصرة، شكرا جزيلا لك. تحياتي. مشاهدينا الأعزاء، نخرج الآن إلى فاصل قصير ثم نعود بعد قليل، ابقوا معنا.